أيها السادة، أول رسالة بين أيدينا من مسفر بن ظني العتيبي من الرياض، يقول: يا فضيلة الشيخ، إذا سافر المسلم مسافة قصر ووصل إلى بلد غير بلد إقامته ويريد أن يقصر الصلاة فيها، فهل له ذلك أم يلزمه حضور الجماعة في المسجد الذي في هذا البلد؟ أفيدونا وفقكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلزمه حضور الجماعة في المسجد، لأن الأدلة الواردة في وجوب حضور الجماعة عامة ليس فيها تخصيص، وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب الأخذ بالعموم. نعم. وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم على العموم بما يرد من صيغه حينما سئل عن الحمر. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: لن ينزل علي فيها إلا هذه الآية العامة الفاذة. نعم. وهي قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالعموم شامل لجميع أفراده. نعم. والمسافر المؤمن فيجب عليه حضور الجمعة وحضور الجماعة ما دام في بلد تقام فيه الجمعة والجماعة. طيب، كيف أجل يقصر الصلاة وهو يحضر مع الجماعة؟ يقصر الصلاة فيما لو فاتته الصلاة أو كان في محل بعيد عن المساجد يشق عليه الحضور، ويخشى إذا ذهب عن رحله على رحله من أن يخلفه عليه أحد وما أشبه ذلك. نعم. مما يعذر به عن حضور الجماعة، وأما بدون عذر فيجب عليه حضور الجماعة. نعم. هذه رسالة وردت من المرسل من مكة المكرمة، أو يقول أبو فاطمة: أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، ولأصحاب الفضيلة العلماء الذين يتولون الإجابة على أسئلة المواطنين أرجو الإجابة على هذه الأسئلة. ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها 40 يوما إذا طهرت تماما من دم النفاس؟ وهل هناك حديث عن هذه 40؟ يجوز للزوج إذا طهرت امرأته من النفاس قبل تمام 40 أن يجامعها، وليس عليه في ذلك حرج. نعم. وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالمنع والنهي عنه. ثم إنها تلزمها الصلاة التي اجتنابها أوكد من اجتناب الجماع. نعم. وإذا جازت الصلاة فالجماع من باب أولى. نعم. فكما أنه يجب عليها أن تقيم الفريضة ويجوز لها أن تتطوع بالنافلة إذا طهرت قبل تمام 40، فإنها لا تمنع من أن يأتيها زوجها. نعم. نعم. أيضا يقول أبو فاطمة من مكة المكرمة: كثير من الناس بعد فراغهم من صلاة الفريضة ينتقلون بعد ذلك إلى مكان آخر في نفس المسجد لصلاة ركعتي السنة، ما حكم تحركهم هذا حيث أني أفعل مثلهم ولا أعرف سبب ذلك؟ وما حكم من يصلي الفرض والسنة في مكان واحد بصفة دائمة؟ قيامهم من مكان صلاة الفريضة إلى مكان آخر لأداء السنة هذا من الأمور المشروعة، لأن معاوية رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. نعم. وللشارع نظر في التفريق بين صيام النفل بين التطوع بالنفل. نعم. والتعبد بالفريضة، فهذا منه لأجل أن تتميز الفريضة عن النافلة بالقيام من المكان أو بالتحدث مع أحد
حتى يعرف التمييز بينهما والفرق بينهما. نعم. إذن ينبغي التنبيه على بعض الأخوة المسلمين وخاصة من غير المملكة العربية السعودية الذين يشرعون في النافلة بعد الصلاة مباشرة. هؤلاء الذين يشرعون في النافلة بعد الصلاة مباشرة منهم من يصليها في مكانه. نعم. ومنهم من ينتقل عنه. إلا أنه مع ذلك نرى أن الأفضل أن يأتي الإنسان بالأذكار المشروعة لصلاة الفريضة قبل أن يأتي بالتطوع لها. نعم. لأن الله يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. نعم. والفاء فاذكروا الله رابطة لجواب الشرط، وربط الجواب بالشرط يدل على الفورية، وأنه لا ينبغي أن يتشاغل الإنسان بعد صلاة الفريضة بشيء سوى أذكارها. ونحن ننبه من نراهم هكذا، ولكنهم مصرون على هذا العمل. نعم. أن يأتوا بصلاة الراتبة بعد الفريضة مباشرة. نعم. ونسأل الله يهدينا وإياهم صراطه المستقيم. آمين. طيب بالنسبة للأذكار التي تقال بعد الفراغ من الصلاة، هل تتساوى فيها جميع الصلوات الخمس أم أن هناك صلوات يذكر بعدها أو تقال أذكار فيها أكثر من غيرها؟ في الجملة هي تتساوى. نعم. إلا أن صلاة الفجر وصلاة المغرب تتميز عن غيرها بزيادة التهليل، حيث يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وليس ذلك مما ورد في غيرهما من الصلوات. نعم. أيضا يقول أبو فاطمة من مكة، ما حكم صلاة سنة الطواف في أي مكان من الحرم، أم أن السنة لا تجوز إلا في مقام إبراهيم؟ تجوز سنة الطواف في أي مكان من الحرم، لكن الأفضل أن تكون خلف مقام إبراهيم بالقرب منه إن لم يتأذى أو يؤذي أحدا، وإلا ففي مكان بعيد يبعد به عن الأذية. المهم أن يكون المقام بينه وبين الكعبة. نعم. نعم. سؤاله الرابع في الحقيقة سبق أن مر على البرنامج لكن نعيده من أجل الفائدة أيضا. يقول لاحظت كثير من الهنود يصلون السنة وهم جلوس علما بأنهم في صحة تامة، وهل صلاة السنة وقوفا أفضل من صلاتها جلوسا لغير المريض؟ نعم، صلاة السنة وقوفا أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فالأفضل أن يتطوع الإنسان قائما. نعم. وإذا كان لديه عجز أو كسل فلا حرج عليه أن يصلي قاعدا، وفي هذه الحال يرجى أن يكتب الله له أجر القائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم. ويجوز له ولو بلا عذر أن يتطوع جالسا، ولكنه ينقص أجره بذلك. نعم. أيضا يقول أرجو ذكر أقصى عدد لصلاة السنة قبل وبعد الصلوات المفروضة. الرواتب التابعة للصلوات المكتوبة 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. نعم. وآكد هذه الرواتب 2 ركعتان قبل صلاة الفجر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا، وقال فيهما ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم. والسنة فيهما التخفيف، أن يخففهما وأن يقرأ فيهما في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية من سورة البقرة،
وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية في سورة آل عمران. نعم. أيضا يقول في سؤاله الأخير: ما حكم من يصلي أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر؟ حكمه أنه لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على ركعتين خفيفتين، إلا إذا صلى الراتب في بيته ثم حضر إلى المسجد قبل الإقامة فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. أحسنتم. المرسل أبو فاطمة يقول في نهاية رسالته: هذه بعض أسئلتي، ولدي أسئلة أخرى تتعلق بالأمور الزوجية، سوف أبعثها لكم إن شاء الله بعد سماع الإجابة على أسئلتي. نحن نرحب بأسئلتك وبك يا أبو فاطمة، أنت وجميع المستمعين الذين يسألون عن أمور دينهم. الرسالة التي بين أيدينا وردتنا من الأخوة محمد العبد الله السبيعي وصنهات ابن ردن أشلوي وعلي عبد الرحمن الهذلي وزملائه، يقولون: نحن مجموعة من المواطنين أتيحت لنا فرصة الاقتراض من البنك العقاري، ونريد أن نبيع أملاكنا التي قد رهنها البنك العقاري بشرط أن يلتزم المشتري بتسديد ما في ذممنا للبنك، فهل يجوز لنا التصرف بالبيع؟ وإذا لم يجوز فما هو المخرج أو الحل من ذلك؟ يجوز لكم أن تتصرفوا فيها بالبيع بشرط أن يأذن لكم المسؤولون في صندوق التنمية، فإذا أذنوا لكم فلا حرج. أو بطريقة أخرى، وهي أن توفوا الصندوق حتى يتحرر العقار من الرهن، فإذا تحرر العقار من الرهن فلا بأس ببيعه حينئذ، لأنه لا حق لأحد فيه. أما إذا لم يأذن الصندوق التصرف فيه بالبيع ولم تفك رهنه بإيفاء فإنه لا يحل لكم أن تبيعوه. لا. أولا لأنه مرهون، والمرهون مشغول بحق الراهن، ولا يجوز بيعه لأن ذلك يكون سببا لمشاكل كثيرة، وربما يضيع حق الصندوق بمثل هذا التصرف. وثانيا لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأمر بالوفاء بالعهد، فقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأنت قد عقدت مع الرهن مع الصندوق عقدا مقتضاه أن لا تتصرف في هذا الرهن بدون إذنه، ثم إنه زيادة على ذلك قد اشترط في وثيقة العقد مع الصندوق في إحدى المواد أن المستفيد لا يبيعه، لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره، وهذا الشرط قد قبله الراهن صاحب العقار ووقع عليه والتزم به، فيجب عليه أن يوفي بما التزم به. فالوفاء للصندوق بما التزمت به شرطا وبما يلزمك شرعا أمر واجب عليك، لأنك سوف تسأل عنه. وأما من تساهل في ذلك وباعه بحجة أن جمهور العلماء يرون أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وأن هذا العقار ليس مقبوضا من قبل الصندوق لأنه بيد صاحبه، فهذا التساهل فيه نظر من وجهين: الوجه الأول أن هذا الراهن قد التزم شرطا على نفسه، وهو أنه لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره، فهو قد التزم بذلك. ولو فرضنا أن هذا ليس مقتضى الرهن المطلق إذا لم يقبض، فإن هذا التزام شرط لا ينافي الكتاب ولا السنة،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ويفهم مفهومه كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق وثابت. وفي الحديث الذي في السنن المشهور المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. الوجه الثاني أن القول الصحيح في هذه المسألة أن الرهن يلزم ولو بدون القبض، إذ لا دليل على وجود قبضه إلا قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وفي الحقيقة أن هذه الآية يرشد الله فيها الإنسان إلى التوثق من حقه في مثل هذه الحال، إذا كان على سفر ولم يجد كاتبا، ولا طريق إلى التوثق بحقه في مثل هذه الحال إلا برهن مقبوض، لأنه لو ارتهن شيئا ولم يقبضه لكان يمكن أن ينكر الراهن ذلك الرهن، كما أنه يمكن أن ينكر أصل الدين. نعم. ومن أجل أنه يمكن أن ينكر أصل الدين أرشد الله تعالى إلى الرهن المقبوض، فإذا لا طريق إلى التوثق بحقه في مثل هذه الحال إلا إذا كان الرهن مقبوضا. ثم إن آخر الآية يدل على أنه إذا لم يقبض وجب على من ائتمن عليه أن يؤدي أمانته فيه، لأنه قال فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته نعم. وإذا كان كذلك فإن المرتهن قد أمن الراهن بإبقائه عنده، فإذا كان قد ائتمنه فإن واجب الراهن أن يؤدي أمانته وأن يتقي الله ربه. ثم إن عمل الناس عندنا على هذا، فإن صاحب البستان يستدين لتقويم بستانه وبستانه بيده، وصاحب السيارة يرهن سيارته وهي في يده يكدها وينتفع بها، وكذلك صاحب البيت يرهنه لغيره وهو ساكنه، والناس يعدون هذا رهنا لازما ويرون أنه لا يمكن للراهن أن يتصرف فيه بالبيع. فالقول الصواب في هذه المسألة أن الرهن يلزم وإن لم يقبض متى كان معينا، وهذا العقار الذي استدين من صندوق التنمية له هو رهن معين قائم، فالرهن فيه لازم وإن كان تحت يد الراهن. إذن فلا يجوز لمن استسلف من صندوق التنمية أن يبيع عقاره الذي استسلف له إلا في إحدى الحالين السابقين، أن يستأذن من المسؤولين في البنك ويأذنوا له أو أن يوفي البنك ويحرر العقار من الرهن. والله موفق. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة، وقد أجاب على استفسارات وأسئلة السادة مسفر بن ضني العتيبي من الرياض وأبو فاطمة من مكة المكرمة. على من ائتمن عليه أن يؤدي أمانته فيه، لأنه قال فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته نعم. وإذا كان كذلك فإن المرتهن قد أمن الراهن بإبقائه عنده، فإذا كان قد ائتمنه فإن واجب الراهن أن يؤدي أمانته وأن يتقي الله ربه. ثم إن عمل الناس عندنا على هذا، فإن صاحب البستان يستدين
لتقويم بستانه وبستانه بيده، وصاحب السيارة يرهن سيارته وهي في يده يكدها وينتفع بها، وكذلك صاحب البيت يرهنه لغيره وهو ساكنه، والناس يعدون هذا رهنا لازما ويرون أنه لا يمكن للراهن أن يتصرف فيه بالبيع. فالقول الصواب في هذه المسألة أن الرهن يلزم وإن لم يقبض متى كان معينا. وهذا العقار الذي استدين من صندوق التنمية له هو رهن معين قائم، فالرهن فيه لازم وإن كان تحت يد الراهن. إذن فلا يجوز لمن استسلف من صندوق التنمية أن يبيع عقاره الذي استسلف له إلا في إحدى الحالين السابقين: أن يستأذن من المسؤولين في البنك ويأذنوا له، أو أن ينفي البنك ويحرر العقار من الرهن. والله موفق. أحسنتم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة، وقد أجاب على استفسارات وأسئلة السادة مسفر بن ضني العتيبي من الرياض وأبو فاطمة من مكة المكرمة والأخ